يلا نايا قومي ماشي معي. لوين؟ لعند على البيت. ما بدك تخبري عاصم؟ لا هي عاصم هو اللي عم يضربها. انت قد هالقصة ما في بايدك دليل. اخر همي نايا لازم تبعد عن عاصم باي شكل. اذا اجا وما لقيها والله ليكسر المستشفى على اصحابها، وانت وحدك رح تتحمل المسؤولية. يبقى لقيني بالمحكمة. يلا سامية ساعديني. تعالي طيب قومي. شو ليلى شو صار لك فجأة لست متأكدة هالقد؟ نايا ما كنت عم تهلوس. نايا عن جد ما بقى فيها تجيب ولاد. من ورا وقعت السلوم؟ انا اكيد ما وقعت من السلوم. هيدا ما بكفي، لازم هالحكي يطلع من نايا بالذات. يا حبيبتي يا نايا كل وقت عم تتحملي وساكتي؟ طب ليه ما قلتي لي؟ كنت ساعدتك تاخدي حقك. وليه ما قلتي للدكتورة انه عاصم هو اللي عم يضربك؟ لا لا عاصم ما ضربني. انا كنت عم ظبط البرادة لانه الضوء كان كتير قاسي بقوت البيبي. يلا سامية يلا خدي انزلي سبقيني. وانت شو رح تعملي؟ انا رح احكي فارس بياخدكم عندي على البيت وانا بلحقكم بعدين، وبدي اسال الدكتورة كم سؤال. يلا وين؟ قلنا من نزلها لنايا على الجنينة تحت بالمستشفى هيك بتغير جو، الهواء تحت منيح لها. ليش وين في أنظف من هوا البحر؟ دام بيتنا دام مملكتها لنايا. يلا نرجع على بيتنا. ايه الو ايه نزيه؟ ايه حبيبي نحن هلا جبنا نايا على البيت. ليكنا هلا بعدنا واصلين. طيب رح قلها. اوكي فارس عم بدق لك وخطك مسكر باله مشغول. يلا هلا انا بحكي. معلش معلش عليك. طيب مثل ما بدك حبيبي. معك حق بيتنا اريح شيء. شوي حطي لهم خيمة. طيب عاصم انت فيك تمشي على شغلك وانا وسامية باقيين معنا يا ما تعطل هم. ما بدنا نأخرك على شغلك. لا لا انا خلصت رحت على المكتب خلصت كل شغلي وتفرغت لنهاية. بعدين في ادوية لازم اعطيها اياهم بوقتها. طيب قلنا الادوية وين نحن بنعطيها وما تعطى الهم؟ ايه بالسيارة. نايا نايا اذا بدك تفلي من هون قولي لي وانا رح ساعدك. الكاميرا ليش؟ الكاميرا ما تعطي الهم الكاميرا. انا درست لها اتجاه مانا اخذ وجهك. بدي اسمع جوابك بسرعة قبل ما يجي عاصم. رجع
تصور نايا عبالها قهوة، شكلها بلشت تتحسن. طبعا بدها تتحسن، هي ببيتها ورفقتها عندها وانا تارك شغلي لحتى وقف جنبي، بس انا في الي عتب صغير. ولك قلب تعتب عليها؟ معقول لكان وهي تحت البنج عم تهلوس كل الوقت؟ امي 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 امي، يعني هو عاصم ما له حصة؟ الله يرحمه، احيانا الانسان بهلوس بالناس اللي فقدها. طب انا رح اعمل قهوة لنايا، حدا بحب؟ اعملي للكل، انا ظهرت من البيت بلا ما اشرب قهوتي.